تشرين. عام مر على انتفاضة تشرين، آلاف اللبنانيين عادوا إلى شوارع عاصمتهم المنهكة. أصواتهم التي علت من جديد أعادت الحياة إلى شرايين بيروت. مسيرة جالت في شوارع العاصمة بدأت من ساحة الشهداء التي احتضنت أشهر الانتفاضة، مروراً بمصرف لبنان احتجاجاً على حجز أموال المودعين، لتصل إلى المرفأ بعد إلقاء التحية على أبطال فوج الإطفاء. بعتقد اللي صار هو أهم من أي تغيير سياسي مباشر. اللي صار هو مسار لتراكم وعي حول الحقوق، حول الحياة السياسية بلبنان كيف هتكون. وبعتقد أنه هذا النجاح الأبرز اللي يعول عليه باستحقاقات ديمقراطية قادمة يعني. في يومين متتاليين أحيا اللبنانيون ذكرى انتفاضتهم، انتفاضة كان الرابع من أغسطس الحاضرة الأبرز فيها. هذا المجسم نحتته حياة من ردم الانفجار الذي هز بيروت، بحثت بين بقايا المنازل المدمرة تماما كما فعلت عندما صممت طائرة الفينيق من بقايا خيام الانتفاضة التي حطمها حينها مناصرو حزب الله وحركة أمل. وهلا رايحة على الكارنتينة، حيعطوني غراض من بيوتهم مكسرة، لأنه أنا حابة ابني مجسم مثله بس على كبير، بس ماديا ما قادرة، بدي أشوف شو بدي أعمل، بس بدي أجمع أغراض من البيوت المكسرة ومن أغراض الناس اللي ماتوا اللي خسرناهم لنبني فيه مجسم كبير عن الانفجار. أطلق المنتفضون على المجسم اسم ست الدنيا، ونقل إلى محيط المرفأ ليتشارك مواطنون من كافة المناطق إضاءة شعلته التي ترمز إلى الألم والأمل. إذا كان المنتفضون يعتبرون 17 من أكتوبر نقطة البداية، فإنهم يؤكدون على أن الرابع من أغسطس لن يكون نقطة النهاية، مع إصرارهم على تغيير الطبقة الحاكمة. غنوة يتيم، الحدث، بيروت.